اعترفوا به بقياداتكم في جروباتكم ذاتنا، احنا مخترقيننا، اعتراف واضح. قالوا احنا من بدينا في موضوع الفاشر ده ما عملنا حاجة غير خسرنا فلان وخسرنا فلان وخسرنا فلان وفقدنا الفزع الفلاني وفقدنا ما عارف منو وفقدنا منو وثقتنا في نفسنا ازحزحت، والفاشر دي قاعد تخلوها النهاية، والطمع ما كويس، ممكن تشتتوا الافكار دي كلها قاعد تتقال في جروباتكم ونحن راصدين ما عندكم حاجة. طيران ما شاء الله تبارك الله شغال كويس زي ما انتم عارفين، جوية امورها ظابطة، عدتها ظابطة، وزي ما انتم عارفين في 6 جل دخلوا الخدمة، ما اشاعة، ده شغل مثبت عديل، دخلوا الخدمة لا تشويش ولا غيره ولا ما في حاجة بتقاوم معاهم، بتجرمك ما في مقاومة نهائي. نيالة الليلة شفنا الجقلبة وشفنا البقى، يا سبحان الله الفاجر مداولنا بمية وخمسين دانة الليلة ده، بس ما في زول فتح خشم ولا في زول قال اي كلام. الطيران لما استهدف تجمعات للجنجة وزخاير وهناجر، هناجر عبوه عديل، الطيران ده ما قاعد يشتغل ساي، اقسم بالله العظيم الطيران ده شغال شغل دقيق وشغل مبني على معلومات استخباراتية بحت، نهاية الطيران ده ما قاعد يدق ساي. ما تقدر تقول لي والله العظيم ما عارف نازل دقوا مواطنين، كلمناكم المواطنين بدقوم الجنجة بدقوم هاونات أثناء تحليق الطيران، وأي مواطن شريف أبعد جنجة ده أنا عارفينهم قاعدين يجيبوا الوقود، قاعدين يجيبوا الزخائر، قاعد يدخلوها الأسواق، يدخلوها الجوامع، يدخلوها أبعد بعيد، ده كله مرصود لسلامتك أنت، أنت كمواطن سلامتك بتهمنا وبتعنينا، ونحن أكثر حرصا على سلامتك وعلى حياتك أكثر من الجنية. جنجة هم الشغالين فيكم نهي وهم الشغالين فيكم هناي، جيش ده جيش منظم، كلام ده ما بيعمله، ولو الجيش بدوك مواطنين ما هذه العاصمة، ليه يمشي هناك؟ عندكم امداد ملبدين لنا في المنطقة الصناعية، يعني هل تفتكر ان احنا قاعدين ساي وانت قايل للبلد دي انت مدورة ان احنا مدورة للسيق هذا البلد دي، عارفين انك بتنقله نقلت بالليل ان جاء غم النهار، وين المشكلة؟ تنقل بالليل ان جاء غم النهار، احنا هناك اي حاجة، وانت كمواطن ابعد بعيد بس تحيانا نسور الجو بالمل يا معلم، وعندك اخوان شقة 2 كويس اولاد جنيه الجبل نزلتهم لك، ديل مواطنين ديل مقادة، واحد مقدم خلا واحد عارف خلا، ديل الطيران دقام كيف امشي ديلكم بيوتهم او بيوت العز هناك في نيالة دقام كيف الطيران دقام، لانهم ديل مسؤولين قال لك من الامداد عاملين فيها شفاته، خلا عبد الرحمن ده قالوا ينفعكم. طيب يا اخواننا شايف الشرطه ضعيف، انا ما اعرف الناس زي اللي ما قاعدين نشيروا لجنه ولا الفيس شيء ما ظاهره، شير لايك ملصقات، ناس تردم ملصقات عشان عندنا الموقف العملياتي ما زال ما اكتمل. طيب عندك الأبيض فيها جشع وطمع، بالنسبة لأم درمان، أم درمان برضو في قلة في الأسعار، قلة زي ما بقولوا كده، يعني أنا ما عارف يعني أسعار جنونية، الكلام ده قبل فترة ما كان فيه، ده جديد بس أم درمان يعني كان مقارنة ببقية المناطق والله العظيم أم درمان كانت أرحم، هسه الآن عمل خاص عايشة قليل، لكن عمل خاص كمان ما بنجز مهمة لان احنا دايرنا، احنا الان دايرنا ام درمان غربي، ام درمان ده خالي من الدنيا، الجيش قادر على ذلك، هي قادر اذا بس اصدر توجيهات، عدم التوجيهات بس هو المشكلة. طيب عندك جنوب الخرطوم مدفعية مدورة، الامور بقادمة هناك، ناس العمل خاص شقالين، عندك ناس الجهاز برضو شقالين، عندك موقع اليوم تم استلامه ما بنقدر نقول لك
والمدفعية مدولة جنجة في السوق المركزي عندهم بتاع تحويلة جغمهم، قالوا جغمهم 11 مليار. دي المعلومة الأولية وصية، عشان كده احنا بنقول دققوا على الارتكازات. هذول بكون ماشي تلقاه ماشي دنقلة ولا ماشي بور السودان ولا ماشي كسلة ولا ماشي أي حتة ارتكازات، نجيب لكم معلومته وتفاصيله وابقوا 10 عليهم، حتى صورته بنجيبها لكم ما في اي مشكله بنرسلها لكم. طيب قصف مدفع المدينه الرياضيه، قصف مدفعي جنوب الحزام، عمليات ارضيه ما في، شغل متواضع من ناس العمل الخاص. طيب عندك بحري المحور ده نار وشرار، المحور ده نار وشرار. تحيه ناس بحري عموما، تحيه الكدراوية، تحيه لاولاد عمك ياسر، التحية لكتيبة ما دار أقول المصطلح كويس، جقامة دي الناس صعبين جدا جدا، تحية لهم ناس الشغل الليلي والكمان الليلية، التحية لكم والتحية للجوية برضو، التحية للجوية. الجنجة في نصفة منقسمين إلى مجموعتين، مجموعة محمد إدريس دي الموافقين دارين يسلموا، عندك مجموعة علي بكوري دي رافضين راس أو راكبين راس ورافضين للفكرة وغادين في راسهم إنه في فزع قد يصلهم وقد تنجلي القمة، غادين في راسهم كده. أبس دقوا باللي بيناتهم استشهدوا فيها 2 من المهندسين، احنا المهندسين دايما مغلوب على أمرهم ما بنقدر نقول عليهم جنجة، حتى لو شفنا في واحد طلع في اسم شنو في فيديو اتكلم زاد ضد الجيش ما بنقدر نقول عليهم جنجة. كان نازل بيناتهم كويس، نازل بيناتهم الامور يعني متوتره او في توتر، خلافات حاده، وندعوهم لضبط النفس، العكس طبعا هو الصحيح. طيب عندك 4 تنكر، هي في الحقيقه 3 تنكر ودفار، ديل تم تحييدهم اليوم، تم تحييدهم بالاضافه ل3 عربة قتاليه مدفع 23 تم تحييدها. ده المحور بتاع شنو؟ ده الناس المصفى برام. عندك ناس بحري عموما 4 عربة وبعض من الاهداف السابقه برضو، والقصف المدفعي تم تحييدها يعني. طيب عندك الجزيره عموما الملاجئ ما شاء الله تبارك الله، ودول ما خذلونا ولا يوم من الايام، وقفوا شغالين كويس جدا جدا، امورهم ماشيه. الليله حيدوا 8 عربة قتاليه محور الملاجئ ونفضوا كده نفض زي النفض، وصلوا لحد الشيقاب. عندك برضو المدفعيه ما قصرت، المدفعيه الاستراتيجيه ما قصرت، والطيران برضو ما قصر. وعندك برضو في قرية كده لكني ما دارين نفصح او ما دارين نتكلم عنها عشان ما يقول لك ده مصطفى كشف وما كشف التفاصيل دي. طيب عندك حول سنار، عندك جبل موية تدمير 6 عربات برضو طيران ومدفعية استراتيجية، ما في تحرك ارضي جبل موية، والله العظيم عمك عبد المنعم جبناه فزع بقلينا وجع. انا عارف الزول ده يعني قصته شنو ولا فهمه شنو، ها ولا هو العمليات دي زول قاعد في شرف ساعة، انا ما قادر افهم يعني، داري يفوت الخريف وداري يفوت يعني الان الفرصة في يده، داري يتحرك سنة كم الله اعلم. طيب تاني ما في حاجة، ولحد هنا اخواننا ونقيف، والى ان نلتقي غدا باذن الله، والناس ما تنسى شير لايك منسقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.